مناطقنا هاي دائما يعني سنويا الا تجيها ثلج، ويعني شكل سنوي كل موسم. فالناس تقول لك الزرقاء ما تجيها، هاي احنا الزرقاء مناطق الزرقاء جميعها، كل مناطق غرب الزرقاء دائما هاي برين، مقام عيسى، الكمشه، الناصريه، كل هاي تجيها مناطق ثلجيه دائما. دائما يشاع ويقال بان الزرقاء لا ياتيها ثلوج، وهذا ما في عينكم تروا ان الزرقاء الغربيه ياتيها ثلوج في قريه مقام عيسى، ام رمانه، برين، الكمشه، وهي ثلوج كثيفه وليس كما يشاع ويقال. اول شيء نحمد الله على الشيء هذا اللي الله اعطانا اياه، اول منطقه يجيها بالزرقاء ثلج. اول شيء نقول الحمد لله على الشيء هذا الله اعطانا اياه، وهذه الحمد لله فرحه من عند ربنا، والثلج هذا رحمه من عند ربنا.